سيما، انا قلت لك عندي 5 ايميلات من 20 ل 25. عادي عشان اعمليهم، يلا ابتدي اقرأي وحلي. يلا اول واحد بيقول ايه؟ سيماء. ايوه، دقي. سيماء انت بتعملي حاجة؟ جوكي اكلتشو بيرتي كرتين. والايه البياتو كده كده مولتو انرجيا تيكو والين تشيلا. كارتي بالنسبة لك، والين بياتو كده مولتا انرجيا، ايه الطبق اللي بيدي طاقة كبيرة؟ تشينا بيرسي بيرسي تي كوتشينا. انا قلت كي مش في سامعاكي الاول اصلا. خالص، كيكو تشينا بيرتو كويستو بياتو دينو. يعني ايه؟ كيكوتشينا يعني ايه؟ كوتشينا في أداة غلط، استفهام بمعنى ايه؟ نطبخ ايه؟ في أداة استفهام بمعنى ايه؟ ثانية واحدة، ماذا؟ ماذا؟ غلط. الثانية كي. اوكي، ما هو؟ كي بمعنى ايه يا شيماء؟ من للعاقل يا شيماء؟ احنا خلصنا ملزمة المراجعة، تمام؟ المفروض انها بتتحفظ صمما عشان نعرف نحل، والكلمات بتاعت الوحدات كمان بتتحفظ يا شيماء، المفروض انها محفوظة. كي من للعاطل، كي كوتشينا مين بيطبخ لك، بيرتي بيطبخ عشانك، كويستو بياتو الطبق ده، هذا الطبق. جاوبي. سيماء الو، انت معايا؟ ايوه طيب انا بقعد انده كده ساعة. حلي يا شيماء. تمام، انا بحل اهو. فين؟ انا مش سامع حاجة. حفرة القدم ارتم السؤال الأول معناه إيه؟ فرتي بالنسبة لك، كوالي البياتو كده مولتا انرجيا، أي الأطباق اللي بيدي طاقة أكبر؟ الجبل أي الأطباق اللي بيدي طاقة؟
هرد اقول له ايه؟ ثانية واحدة. شوفها بيرثي ازاي هتبقى تجيب له اي طبق. ايوه عادي يا شيماء، اي طبق. بيرثي هتنزل في الاجابه بالنسبه لك، هتبقى بالنسبه لي اكتبها ايه؟ ايه؟ ايه انا ما سمعتش. بيرثي هتنزل في الاجابه الايه؟ بيرثي معناها بالنسبه لك انت، عايزه اقول بالنسبه لي انا، هتبقى مش عارفة. تي. هتنزل في الإجابة الإيه يا شيماء؟ مش عارفة. مي. هو إيه اللي مش عارفه؟ هجاوب على السؤال إزاي؟ فين أداة الاستفهام؟ ايه ارمي. والي سؤال بس عشان ايه ده الفعل بتاع السؤال؟ بقول هشيلها، بقيت الجملة هتنزل ازاي؟ انا عايزة اقول ان الطبق اللي بيدي طاقة اكبر هو، واقول اسم الطبق. ايه ايه ب ايه هتفضل زي ما هي. تمام، بس ايه مش هنزلها ايه دلوقتي. البياتو. بياتو كده مولتا انرجيا. ايه سباجيتي ال هيا يا شيماء، 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 ألو ألو، ألو، ألو. ألو. أيوة الكهرباء عندي قطعت دلوقتي، معرفش ليه. حاجة طيب هتعرفي تكملي ولا الله ونعم الوكيل. هتعرفي تكملي؟ مين اللي هيطبخ؟ مين بيطبخ الطبق ده عشانك؟
برمي ماليش دعوة، مش عايزة برمي تاني. مين اللي بيطبخ؟ برمي مش مكانها في الأول يا شيماء. هو بيقول لي كي كوتشينا بيرتي كويستو بياتو. عايزة أشيل كي وأحط اسم شخص بيطبخ الطبق ده عشاني، بعد كده بقى ماما أبقى أغير برمي في يبقى لا ماما كوتشينا بيرمي كويستو بياتو. في الآخر صلوتي خلاص، في مشكلة كده يا شيماء؟ لا اللي بعد بتورجيها حاجة. 21 بيقولي تشاو جلوريا لا ميا فاميليا اي جراندي، انا عيلتي بتكون كبيرة. كومي لا تو فاميليا، عيلتك عاملة ازاي؟ وانتي فراتيلي اي، كم عدد اخواتك؟ اللي بتتكلم عليه اللي هي أليسي. هقول ايه؟ شاو أليسيا مش عارفة عليك. كملي. كومي لا توا فاميليا، هي بيكولا ولا جراندي؟ لاميا فاميليا تمام. لا ميا فاميليا اي جراندي. ايه جراند. نو. تاني سؤال، كوانتي فراتيلي اي عندك كام اخ؟ هرد اقول له ايه؟ هقول له انا عندي وعدد الاخوات. هقولها ازاي؟ ايو او فراتيلي كام؟ جلبة ستة سي فراتيلي في الآخر صلوتي جلوريا. اوكي اللي بعده. بيقولي تشاو ماريا، وليامو كوتشيناري اونا سبيتشاليتا della regione di tua madre، عايزين نطبخ طبق خاص بالاقليم بتاع مامتك. quando possiamo venire da te، امتى نقدر نيجي عندك؟ مش ثانية واحدة. و quanto tempo ci vuole per preparare quel piatto، يعني قد ايه الوقت اللي هنستغرقه اللي احنا محتاجينه عشان نحضر الطبق ده؟ جوليا اللي بتتكلم. اول سؤال هجاوب عليه ودي يا شيماء، quando possiamo venire da te، امتى نقدر نيجي عندك؟ يا شيماء الو، ألو، يا شيماء أيوه، اول سؤال إيه، بيقول لك كواندو بوسيامو فينيري داتي، يعني امتى نقدر نيجي عندك؟ هرد عليه اقول له ايه؟ عنده لا ايه كان ايه يعني كان بتيجي ازاي
يا شيماء قولي بالعربي ونفكها السكوت ده، احنا لسه في تاني التالت واحد يا شيماء. الو، احنا هنروح امتى؟ نقدر نيجي عندك امتى؟ هي هترد تقول لهم ايه؟ تقدروا تيجوا الساعة بكره 6 مثلا؟ مثلا او الساعه 6. هنقول ده ازاي؟ تقدروا دي بوسيامو بمعنى نحن. لما اقول بقى انتم تقدروا هقولها ازاي؟ فيربو بوتيري مع فوي هقولها ازاي؟ أي واحدة هي يا شيماء. في مشكلة كده؟ تمام. ايه الصعب في جملة زي دي؟ فيش ادخل كوانتو تيمبو تشي فولي بير بريبارالي كويل بياتو. عايزة اقول قد ايه بستارك. هي شيماء ايوه معايا يا شيماء؟ كوانتو بريباراري ترجمة الو الو الو
ايوه يا مس. في مشكلة يا شيماء كده؟ لا حل بالطريقة دي صعب، في صعوبة تستاهل إن أنت تقعدي الساعة تفكري. ده هما سؤالين، سؤالين بنجاوب عليهم، يعني مش بنكتب صفحة. اللي بعده بيقول لي بونجورنو كيارا سونو ا كازا اي لا كولازيوني برونت، انا بكون في المنزل والفطار جاهز. كواندو اريفي، هتوصلي امتى؟ كوزا بريفيريشي لاتي اي بيسكوتي او اي تشيريالي، يعني عايزه لبن وبسكوت ولا حبوب؟ جوليا اللي بتتكلم، فهقول تشاو جوليا. هو ايه، بتقول لها كواندو اريفي، هترد عليها تقول لها ايو اريفو. لساي اللونا عشان ده دور او اليدياتشي. بونتو كوزا بريفيريشي لاتي اي بيسكوتي، هتقول ترد عليها تقول لها ايو بريفيريسكو في شريعة، أنا بفضل الحبوب. سالوتي تفضل. ايه الحبوب كيارا. تمام، بعد كده بيقول لي تشاو باولو ايري سي انداتو ان اون نيجوتيو دي ديسكي بير كومبراري اون سي دي دي موزيكا، امبارح انت رحت لمحل الاسطوانات عشان تشتري سي دي للموسيقى. دي كوالي كانتانت اكويل سي دي، لاي مغني كان السي دي ده، واكي ريجالي كويستو سي دي، كويستو سي دي يعني انت هدي لمين الهديه دي، لمين هتهدي السي دي ده. فهيرد عليه يقول له تشاو كيارا. كويل تشي دي اي دي تيتسيانو فيرو، بتاع المغني اللي اسمه تيتسيانو فيرو. وي ايو ريجالو questo sì di a Giulia. Saluti. في حاجة في الإيميل مش مفهومة، لا عرفت تحل إزاي؟ بعد كده بيقول لي تشاو باولو ايري تو اي افوتو اون بروبليما كون لو زاين، انت كان عندك مشكله مع الحقيبه. دوفي اي ديمنتيكاتو ثانية لو واحدة زاين. يعني ورا ثانية واحدة تفضل. الو، ايوه ايه مش محاضر. بيقولي تشاو باولو ياري تو اي افوتو ان بروبليما كون لو زاين، انت كان عندك مشكله مع الشنطه بتاعتك. دوفي اي ديمنتيكاتو لو زاينو، انت فقط نسيت شنطتك فين؟ كوزا تشي دانتو لو زاينو، ايه اللي كان موجود جوه الشنطه؟ اليسيا اللي بتتكلم، فهد هترد تشاو، هيرد عليها تشاو اليسيا.
اي دي منتيكاتو هتنزل في السؤال، او دي منتيكاتو لو زاينو alla fermata dell'auto. بعد كده بيقول لي cosa c'è dentro lo zaino، هقول له dentro lo zaino c'è tutto. بعد كده اعمل علامتين نقطتين فوق بعض، ايه هو؟ il cellulare il regalo e le chiavi. Saluti. حاجة مش مفهومة في الإيميل ده؟ لا الو، معاكي يا سايمر. بعد كده بيقول لي تشاو كيارا، ايري سي استاتا ا كازا دي جوليا، انت كنتي في منزل جوليا، دوفي ابيتا بتسكن فين، كومي لا سوا فاميليا، وعيلتها عامله ازاي، اليسيا اللي بتتكلم اليسيا، كيارا هترد عليها تقول لها تشاو اليسيا. مين بقى اللي عايشه؟ جوليا، فهتقول لها لي ابيتا in centro. نقطة، ده أول سؤال. بعد كده come la sua famiglia، هتقول لها la sua famiglia è piccola. Punto. Saluti. Chiara. تمام. تمام. بعد كده بيقول لي تشاو ماريا، ieri non sono potuto venire alla festa di Mario، انا ما قدرتش اجي الحفلة بتاعت ماريو، cosa avete fatto alla festa، عملتوا ايه في الحفلة، وكي رجالي hanno portato gli invitati، وايه الهدايا اللي احضروها المدعوين. باولو هيرد يقول له تشاو باولو، avete fatto debba abbiamo ballato mangiato la torta e cantato, ده اللي احنا عملناه في الحفلة. che regali hanno portato بقى، هقول له لي invitati hanno portato أنا مش tanti. سامعة. استمع، طب مش عارفة تقرأي اللي أنا بكتبه؟ أنا بقرأ اللي أنا بكتبه. ألو، ألو، أيوة أنا نت عندي ضعيف جدا يا مس، لو أنت سامعاني أنا مش سامعة، طب أعمل إيه؟ بس أنا كده سامعة. تمام. أيوة بعد كده بقول دي invitati hanno portato tanti regali، برضه نقطتين كده فوق بعض، cellulare un profumo e CD di musica. Saluti Marei.
حاجة مش مفهومة. لا تمام. بعد كده بيقول لي تشاو حميد اوجي ايه لا فيستا دي كومبليانو دي جوليا، النهارده عيد ميلاد جوليا. اكي اورا كومين شا لا فيستا، الحفله ابتدت الساعه كام؟ كونتي اني كومبي وهي تمت كام سنه؟ فيرد اقول له تشاو كيارا، هقول لها كده لا فيستا كومين شا Alsei punto. Quanti anni compie? Allora, lei compie 16 anni. تمام. تمام. بعد كده بيقولي تشاو ستيفانو سو كي فوي بريباراتي il piatto di un personaggio famoso، انا عارف انكم هتحضروا الطبق المفضل لشخصية مشهورة. قولي سو بياتو بريفيريتو، ايه هو الطبق المفضل بتاعه؟ واكيد كيداتي لايو، وهتطلبوا من مين المساعدة؟ فهقول لها تشاو أليسيا إل سو ياتو ريفريتو إي لا باستا. بعد كده مفهوم؟ تمام. مس يعني ايه مشروم بالإيطالي؟ فونجي. فونجي. اه تمام، هي معانا على فكرة في كلمات الواحد. معك الكلمة الواحدة. ايوه بعد كده بيقول تشاو اميتشي دوماني اورجانيزيامو لا فيستا ديل كومبليانو دي جوليا دوفي فاتشامو لا فيستا كي دي بوي بريبارا لا تورتا. فاولو تشاو باولو فاتشامو مين منكم اللي حضر التورتة؟ فهقول له يارا ريبارا لا تورتا. تمام. تمام.
الو، دي الو، الإيميلات اللي عن ألو، دي كل الإيميلات اللي موجودة في المراجعة النهائية بتاعة الكتاب. تمام، المرة تمام. دي يا شيماء هتخلصي الملزمة مذاكرة، عشان لو فيها حاجة مش فاهماها نشرحها تاني. تمام. أوكي، كم من الامتحانات اللي انت فيها؟ وامتحان إيطالي يوم إيه؟ ثانية واحدة. 28 تاريخ. 21/5. الإيطالي 21. أيوة، يعني المراجعة النهائية هتبقى يوم 18 أو 19. 19 قصدي. هتعمليها يا مس المراجعة، هناخدها بعد الامتحان اللي هو يوم الحد، ولا هناخدها يوم السبت؟ سبت ايه؟ ايه المراجعة؟ الامتحان الإيطالي يوم 21 صح؟ تمام، فانت عندك آخر امتحان المراجعة يا قبله يوم اما حد يا 19. اثنين. ايوه، المراجعة يا حد يا اثنين. سبت ايه بقى اللي انت عايز تعرف فيه؟ صح. حد ايه ده؟ ثانية واحدة. اتنين. 16، 17، 18، 16، 17، 18. تمام. يبقى يوم الحد. يوم الحد ولا الاثنين هناخد الدرس مراجعة؟ انت عندك مراجعات تانية؟ مراجعات تاني بس علم نفس، امتى؟ مش عارفة، بس دي يعني هاخدها في أي وقت عادي يعني. اوكي، خلينا احنا الحد عشان تاخدي يوم الاثنين مذاكرة، ما يبقاش عندك فيه حساب. تمام. تمام، أنا بروح من 15. تمام الامتحان الساعة 11، تمام فممكن ناخدها واحدة مثلا. بشوف يا واحدة يا ثلاثة، يا هأكد واحدة عليكي ثلاثة. المعنى. تمام، تمام. إحنا هنوقف أسبوع واحد بس قبل الامتحان. أيوة، ما أنا لسه كنت هقول لحضرتك. لا، ما أنا عارفة إن أنت مبتعرفيش تعملي. تمام كان هيبقى عليا امتحانات بقى وكده. تمام ربنا يستر يا رب. طيب نكمل. يلا. في القطع بيقول لي ياري استاتو الكومبليانو دي جوليا، امبارح كان عيد ميلاد جوليا. ياري ماتينا السو اميكو باولو، صديقها امبارح الصبح صديقها باولو. اي انداتو ان سنترو، روح وسط المدينة بير كومباري ام ريزالو برلي عشان يشتري لها هدية. لوي ا كومبراتو بير لي لولتيمو سي دي دي تيزيانو فيرو، اشترى لها اخر سي دي لتيزيانو فيرو. قال لي دو اي انتراتو ان اونا بيتزيريا، الساعة 2 هو دخل محل بيتزا بير فرانساري عشان يتغدى. اي بوي انداتو الا فيرماتا، بعد كده راح لمحطة الأتوبيس. اي ابريزو لاوتوبوس بير تورناري، أخذ الأتوبيس عشان يرجع للمنزل. بور تروبو للأسف ديمنتيكاتو السو زاينو الا فيرماتا دلاوتوبوس، هو نسي شنطته في محطة الأتوبيس. كون دنترو توتو، كان فيها كل حاجة، الليبري كتبه الشلولاري الموبايل. ايه ان ريجالو دي جوليا وهدية جوليا انو ني بوتوتو اندري الا فيستا، وعشان كده ما قدرش يروح الحفلة. ليه استاتا مولتو تريستي، هي كانت حزينة جدا. الكومبيانو دي جوليا استاتو كان امتى؟ تمام، ألو، محمود أخذ منك على الغرفة؟ ألو؟ أيوه
حلي ايوه اول مش سؤال ثانية انت. واحدة، فنانات بيفصل. مس معاك ايوه أول سؤال بيقول لي الكومبليانو دي جوليا إيه ستاتو كان إمتى؟ ايوه نشوف جوليان. بالأمس امبارح ياري اللي ايريك هي بي باولو نوني انداتو الا فيستا بيركي، باولو ما راحش الحفلة ليه؟ ايه يا مرحبا هي أول إجابة يعني إيه؟ ادمنتكاتو الرجالو دمنتكار يعني ينسى، يعني إيه؟ ينسى ينسى؟ أيوة هو نسي الهدية. تمام. ادمنتكاتو الرجالو باولو اي انداتو انشانترو بير، هو راح وسط المدينة ليه؟ عشان يروح البيت؟ هو راح لا وسط عشان المدينة يشتري ليه؟ الهدية. أنهي واحدة؟ ثانية واحدة. سي ليه؟ كومبراري اون ريجالو. تمام. أربعة دوفي باولو أدي منتيكاتو ريدالو، باولو نسي الهدية فين؟ في المنزل أو في البوت. تمام إيه القصة اللي بعد كده بيقول لي تشاو دينو il venerdì e il giorno festivo in Egitto. شنو نعم دايمس كان يوم الجمعة هو يوم الأجازة في مصر، دي solito passo la giornata con la famiglia، في العادي أنا بقضي اليوم مع العيلة. la settimana passata ho invitato i miei amici، الأسبوع اللي فات أنا دعيت أصدقائي عادل وسارة وعلي أبصار الجورناتا إنسيامي كذا مية عشان نقضي اليوم مع بعض في منزلي. صونو بنوتي توتي ترامي علي، كل الكل جه ما عدا علي. لوي ديفي ستاري أ كازا بير ستودياري، هو كان لازم يفضل في البيت عشان يذاكر بير ستودياري لا ماتيماتيكا، عشان يذاكر رياضيو. بريما أبيامو مانجاتو، أول حاجة عملناها أكلنا، e poi abbiamo giocato al computer، بعد كده لعبنا على الكمبيوتر. alle 5 del pomeriggio، الساعة 5 بعد الظهر، siamo andati in centro per comprare una maglietta al fratello di Adel per il suo compleanno. رحنا وسط المدينة عشان نشتري قميص لأخو عادل عشان عيد ميلاده. il testo parla di una giornata fin. أكازا كون لي أميشي دي تمام. quanti amici sono andati a casa di Meher؟ ري أميشي ري أميشي ايه ري تري؟ إيه أول واحدة غلط. هو ده عميل عادل تمام. ثاني واحدة عادل وسارة وعلي. مين اللي راح ومين اللي ما راحش؟ دوا ميتشي دوا ميتشي. perché Ali non è andato con gli amici؟ Ali ما راحش ليه؟ ثانية واحدة
أنا أدري. مش تي تاني تي تي ايوه فرنداري على الانترنت بوينت عشان يروح السايبر. لا خلاص لا 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 لخبط ثانية واحدة لا إيه بيرست دياري ماتيماتيكا. ماتيماتيكا اللي هي تمام دي تمام اكي اورا فانو ليا ميتشين تشنترو راح وسط المدينة الساعة كام؟ ثانية واحدة يعني. مش عارفة راح وسط المدينة الساعة كام؟ اقرأي التست فوق. بتاع خمسة تمام أنهي إجابة؟ بي دي على تشينكوي دي الكومريجو. بعد كده بيقولك quando esprimo una preferenza لما أعبر عن الأفضلية بقول إيه؟ ايه Mi piace mangiare la pizza. تمام وإيه تاني؟ وايه إيه questo è il mio piatto preferito. بعد كده بيقول لي ايه il 14 febbraio dico لو كان نعيد الحظ تمام. ايه ايه buona festa degli agli innamorati. او بوان سان فالنتينو دي تمام Dico, vorrei un piatto di pizza quando انا عايز طبق سوري un piatto di pasta انا عايز طبق مكرونة امتى؟ بي ودي عندي بي اوردينو qualcosa da mangiare. تمام دي غلط. لا ثواني لا دي تمام كيدو qualcosa يعني انا بطلب حاجه. تمام بعد كده بيقول لي دي كولا فامينيا يا اونيتا اي بيكولا. أنا بتحدث عن العيلة وايه كمان تاني. تمام descrivo la famiglia و إيه parlo della mia famiglia. ميسي دي معناها ايه؟ أنهي واحدة دي دي مانجو con la famiglia يعني أنا باكل مع ليلى. تمام نقط سوريلا إيه برافا أحط أنهي صفة ملكية؟ بريلا 100
ieri Maria e Paola no at andare alla festa di Alessia. Maria, Paola, Maria o Paola? sono devuti? Sì. Tamam, sono dovute. Paolo non è no arrivato alla festa. Ancora. Tamam, oggi è no 3 marzo del 2012. التاريخ Tamam. بي Il إيه. Noat, ho scritto una lettera. الكلمة تدلل على زمن الجملة دي. ياري تمام. نوات أمين. نوات لي سباجيتي على البيستو. ثانية واحدة مس أيوة معاك. آمين ti piace questo piacere احنا قلنا بيأتشيري المصدر مش بيجي مع حاجة، حطيه اه ليه؟ صح لا ثانية واحدة بياتشو أنهي واحدة؟ اللي هي دي دي ما بستخدمهاش أصلا، دي مش تصريف. ليه ما بستخدمهاش. مش عندي. ألو مش عندك يا شيماء. اللي بعد النقط مفرد ولا جمع؟ جمع استخدم بياتشي ولا بياتشولو؟ ياتشنو ذكري يا شيماء. 7 بري نوت اون جيلاتو. مانجاري تمام. اللي بعدها ماريو ايناتو نقط دويميلا سيدي 17 السنانل نيل. الايميل بيقولي تشاو دينو لا كولازيوني è il pasto più importante. A che ora Paolo fa colazione? Dai se a Paolo Pirtor. Che cosa mangia? Bieccol e? Dove fa colazione? O bieccol fez? Maria. Ciao Maria, a che ora هنحذفها؟ بياكل ايه؟ في أي ساعة باولو بيفطر باولو؟ باولو فاكل ايه راتيوني ايه ان اوتو ساعات بيجي قبلها حرف الجر ايه؟ قبل الساعات الجمع بيجي حرف الجر ايه؟ مش سامعة. قال الله. يبقى هقول باولو فا كولازيوني ايه؟ قال لي ايه؟ لي سي بياخد ساسيتا. ماشي. بعد كده كي كوزا مانجا هو بياكل ايه؟ ايه
من من ديو مثلا uovo. Lui mangia l'uovo. Dove fa colazione? Bieco fin? A caffè. Al caffè. Al caffè. Padre che da saluti Dino. Il tema, scrivi un tema da 25 a 30 parole. Pioli, parli della tua famiglia, della tua famiglia. Descrivi la famiglia o dove abiti. Mi capisco qui. A tu riesci a me. Allora? أيوة ثانية واحدة. Sei me. Allora. Allora. الو، معاكي. الو، قولي. ايوه هتكتبي ايه؟ ثانية واحدة. عن العيلة دي الكلمة اللي انت كنت حافظاها يا شيماء المفروض. هنكتب ايه؟ كانت يونت أكم. نعم. ألو. أيوة الكلمة دي المفروض محفوظة يا شيماء. مفيش غير اللي مين اكتبيها حضر دلوقتي. الحفل. نعم. مش لاقي حاجة، مش مش عارف لاقي حاجة حاجة عنها. فيها. طيب حاولي فيها يا شيماء وابعتيها. تمام. تمام الملزمة تكون متذكرة عشان نشوف ايه اللي مش مفهوم المحاضرة الجاية. الامتحان التاني واجب، هنحله مع بعض وصوريه بقية الامتحانات وبعتيها. تمام. تمام شوفك الحصة الجاية إن شاء الله. مع السلامة. طب مع السلامة.